نبدأ. إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومعنا مهاجر مغربي قادم من الديار الإيطالية، واللي للأسف شديد يعني حسب التصريح ديالو أنهم هما عدة ورثة تعرضوا لعملية ديال النصب من طرف أحد المسؤولين الكبار والسياسيين بمدينة المحمدية. ولكن المشكل ما كاينش في مدينة المحمدية، المشكل كاين في الفقيه بن صالح وفي النواحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة شنو الله وقع لكم وبركاته. ديك الأرض؟ أختي كان واحد الأرض جدو والدينا كراوها لواحد المسؤول عنده نفوذ في المغرب، وعلى أساس بأنه غادي يخلص الناس في كل شهر من بداية كل سنة، تقريبا دابا أكثر من 45 كيجمع سنة لهم الشهور كلهم، كيجمع لهم العام. عام كيخلصهم، كاين اللي مدي ليه كتار، كاين اللي مدي ليه نص، هادو على الأقل كاين اللي مدي ليه جوج، كاين اللي مدي ليه ثلاثة، كاين اللي مدي ليه أربعة. حنا مدي لنا جوج قطارات كيخلصنا واحد 600 الف فرانك، 120 حتى 130 الف ريال. المشكل انه الوقت اللي درنا معاه طبقنا معاه يخلصنا في الكونترا كل شهر ستة عند نهاية الحصاد باش يخلص الناس، ما بقاش كيخلص كل شهر، دابا ولا كيتماطل كل عام كيزيد شهر كيزيد الشهر، حتى وصل دابا في الصيف السنه الفائده ديال 2022 خلص عباد الله في شهر واحد واخا انت شحال دار لك من شهر؟ سبع شهور. سبع شهور. كلشي الناس مدي لهم سبع شهور، سبع شهور كلشي الناس مدي لهم سبع شهور. والسيد عنده نفوذ في منطقه بني ملال، وتقريبا حتى الفرشه المائيه كلها استنزفها الناس، والناس ما بقى عندهم لا ما لا والو، ما بقى عندهم حتى شي حاجه، والناس راه ضروا بزاف. كيفاش تستنزف الجرفة الماء؟ يعني كيجر الماء من تحت الارض، انتم ما بقيتوش لقيتو باش تسقيو باش تشربوا باش؟ لان الناس كانوا حافرين 70 متر، هو حافر تقريبا 300 400 متر تحت الارض، يعني كاع كيستنزف معناه المياه التربة. وصل المياه وصل المياه اللي وصل لها المياه سخونه، معناه وصل المياه كلها خداها. والمنطقه اللي متضرر اللي خداهم من الاراضي كاينين ثلاثه، كاينين ولاد سليمان، وكاينين منطقه كاينين ولاد سليمان، وكاينين ولاد النفاوي ولاد عبد النبي. وهاد الناس راه متضرين وكانوا عايشين بخير في هاد المناطق، الان ما بقى عندهم لا مورد لا والو، الماء ما بقاش عندهم، وحتى في الديور ما بقاش الناس عندهم الماء، الناس بغاو يحفروها ما يشربوا ما لقاو ما يشربوا. وكيطالبوا من الناس باش يديروا رخص، يديروا يعني ملي رخصه كيبغيو باش يجيو يخدموا. يحفروا حتى البيار، كيجيو الدرك الملكي تيقول لك خاصكم الرخصه، خاص الرخصه، والرخصه كتطلب واحد السنه، الرخصه كتطلب وقت كبير، وكتطلب واحد المبلغ ديال الفلوس، تعطي تخلص الوثائق وداك شنو باش يعطيك الحوض المائي لوكي. نعم. وهذا الشيء الناس الان في حاله يرثى لهم، الماء ما عندهمش الماء يشربوا، والناس بغاو غير هذوك الفلوس اللي كارين باش ياخذوا ما باش يعيشوا، لانهم كانوا فلاحه ما بقاوش فلاحه، كانوا كسابه ما بقاوش كسابه. نعم. ما بقى شنو 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 داير في هاد الاراضي اللي واخد من عندكم؟ اش غنقول لك، تقريبا المنطقه هذه اللي داير اغنى اغنى اراضي تما في منطقه الفقيه بن صالح. نعم. اغنى منطقه داير فيها كل شيء، داير فيها تصدير البرتقال والحواميد، ودير فيها جميع الفواكه، وتقريبا دير فيها حتى القمح كيصدروه، كل شيء كيصدروه للخارج. اذا شنو الرساله ديالك اليوم اللي بغيتي توصلها لهذا المسؤول هذا؟ ربما حنا ما عرفناش الطريقه كيفاش كيتعامل باش كيخلصكم، واش هو ولكن شي وسيط، واش هو في راسه بان هاد الفلوس ديالكم ما وصلكمش، شنو تبغيو تقولوا ليه اليوم؟ اش غنقول لك، كل شيء راه غادي يكون في راسه، فهمتي؟ بما ان الفلوس سبع شهور، ولا كان عاطل سي وسيط ولا شي واحد باش يخلصنا، راه سبع شهور دابا، هذيك السبع شهور راه خلاها في البنك غادي ياخذ على الانتيريس، تقريبا راه كيخلص شي مليار و400 مليون، مليار ونص اللي كيخلص لهاد الناس الورثه. الورثه راه مبلغ كبير، لا بقى غير سبع شهور الانتيريس، هذاك اللي مسؤول اللي دايره راه غادي يربح فيها بزاف. مليار في الشهر؟ في العام، في العام في العام في العام في العام، مليار وتقريبا ونص، معناها هاد الفلوس اللي خلى الانتيريس ديالها كل عام ولا كل شهر. نعم. عنده فيها غادي يربح فيها 100 مليون، ولا شوف تقريبا شحال غادي يربح، غادي يروحوا فيها بالزباب ديال الفلوس، فهمتي؟ اذا انتم بغيتوا فلوسكم، بغيتوا رزقكم. الناس بغاو فلوسهم، وكنتمنى من الناس السكان ديال الفقيه بن صالح يتجمعوا ويطالبوا بحقهم، يطالبوا بحقهم سلمي. نعم. هذا الشيء اللي بغينا ما بغينا. اكيد راه حنا في دوله الحق والقانون وفي دوله ديال المؤسسات، وما ضاع حق وراءه مطالب بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، كنتمنوا ان الصوت ديال هذا الشخص، هذا المهاجر المغربي جا من الديار الايطاليه، انه يوصل وانهم ياخذوا الحق ديالهم. نقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله.